هبر قدر أصل كود الصومالي بعد هبر قدر أصل كود عربي جلابر هبر قدر لبناني نجس وقشي لبنان هبر قدر أحبه هذا لبنان وها هوية ضدنا هوية تركيا إيه لكن أقول هبر قدر أصل كود وعرب هبر قدر أصل كود وعرب أحبه هذا وأبو لبنان هوية ضدنا هوية كسوجيدة تركي وحأرك هبر قدر دادا وحي أمنا ينقر عالي إنو سمريب إني حتى صوق لين يمقدشو هبر قدر حمر وحالة كيني كل لحب قل إصدن إصغالكي مجيرتين أصل كودة صومالي معهم مجيرتين كأوجي دين زنزباري كسو جيدان هوية ضدنا وهوية يمني مجيرتين وحا إسكت علي هوية يمني إي أحب زنزبار وحانا صومالي لكيني كل لحب قل يسدح يتفنكي مرسانة مالين دويد نواشيغي مرسانة أصل كودة صومالي معهن لكن سود سوداني كسو جيدان مرسانة أصل كودة وسود سودان هو يدود نوحي كسو جيدا إلتريا وحا صومالي إي صوغلين كن لحب قل لباتني كودي لحدان قبيل أصل كودة صومالي معهن وان سوحا قيجي أصل أهان ودمدا إي كسو جيدان إي سند كي لكيني صوماليا أين سيدنا أسو حقيقي وله قبيل أو كمد كوة أغوة وين هري أين أسميني بلسخ قبيلة قار وحان سو حقيقي سندك أي سومالي لكيني يود ماذا أي كسو جيدان ولبا وحان كوها يا ودنك هو يدي إي آباها أصل أهان أي كسو جيدان حكتا مهم أي كوتهي قبيلة بضن وكني جري سومالي دلدا أهي عاوة كدب مكنه دونان ما أنت كدب كمتنه دونان صومالي دلدا أهي قبيلة دان لحدان قبيل أصل كودة صومالي ماهن ميل كقرو انت أن كل مداين لحد قبيل إيه أن أصل كودة صومالي أهين وحن كا عدسان إياه إن أدموقال كان سيفا فيسو أو أتسيشير غريسو أو حكتان أدقار سيسيت ولا لاه كالي وبسيد كان لغلي إيه دالك سود أفريكا أيا ديب أسوس ميه لح قبيل أو أن أصل كودة صومالي أهين وان اوغهي قبيله بدن واحد اوغتهي ان اصل كودا صومالي اي اهاين صومالي قبيله دان وحاله كيني دور قرن كور كن اي لح بقول يو تمن اي سدحدي اي تمن اي افرتي اي لواتني دوركي ايا قبيله دان صومالي لسو غلي اصل كودا صومالي معن قبيل كلحد اي ان اصل كودا صومالي اهين حق سران كبلاوينا قبيل كلحد اي اصل كودا ان صومالي اهين وبيلوين تمجيرتين مجيرتين أصل كودة صومالي معهم مجيرتين كأوجيدين زنزباري كسو جيدان هو يضدنا وهو يمني مجيرتين وحا اسكت علي هو يمني إي أحب زنزبار وحانا صومالي لكيني كن لحب قل يسدح يتفنكي قبيلة دي أغوري صومالي لكيني كجران مجيرتين ك هذا هو وحاء مسرد مجرتين إني يهين صومالي دبا ماهن زنزبار إي يمني إسكت نلواهي مجرتين قبيل كالشانات أن أصل كودة صومالي أهين وبيلوين تيسا إسا أصل كودة صومالي ماهن وحي كجران قبيلة دي أغوري صومالي لكيني هذا وحاء مسرد إن بيلوين تيساق أي صومالي تاي لكن صومالي ماهن أبهد إساق وحو كسو جيدا ودن ليرا تونيزيا هو يدن وحي أصل آن كسو جيدا الجيريا إساق أساس أغو صومالي وحالة كيني كون لحبقل إي أفري تمنكي قبيلة دي أغو ري صومالي لكيني وي إساق صومالي معهن وحا إسكتنا لي إساق آبا تونيزيان إي هوية الجيريان تاريخ دوي قرنتهي قبيل كأفراد إي آن أصل كودة صومالي أهين وبلوين تا اوغادين اوغادين قبيله دي اووري صومالي لكيني واسح ولو كودي اووري واي ابو هودا وا ابو ايتوبيانا لكن هو يدود وحي اهد هوي صومالي اصل كودا مركا اي قبيل كان اوغادين وا ايتوبيان اي صومالي اسكدلا صومالي انه وحاله كيني كون لح بقول تبن اي سديدي اوغادين ogow maanta taariikhdu way qoran tahay qabiilada ugu horeeyay Soomaali la soo giliyay la keenay way laakin hooyada Soomaali saxa way ogaadeenka waa dad aad
caadifada ku badan dhiig leh oo weliba soomaalinimada ay ku weyntahay qof ogaadeen ah waa arkaysaa maanta wuu kuu dhimana. Dadka ugu wanaagsan ee laga dhasho waa ogaadeen, laakiin asalkooda soomaali maahan. Qabiilka saddexaad ee aan asalkooda soomaaliga ahayn waa beelweynta Mursade. Mursade maalin dhaweydna waa sheegay Mursade asalkooda soomaali maahan laakiin South Sudan ay kasoo jeedaan. Mursade asalkooda waa South Sudan, hooyadoodna waxay kasoo jeedaa Eritrea. waxaa Soomaaliya ay soo galeen 1621. Mursade asalkooda waa South Sudan, aabbahooda South Sudan kasoo jeeda, hooyadoodna waxay kasoo jeedaa Eritrea. 1621 Soomaaliya la keenay. Qabiiladii ugu horreeyay Soomaaliya soo geliyo waa weliba Mursadaha waxay qabiilada kale ugu duwan yihiin. Dadkii ugu horreeyay Soomaalida hore ka fahmay oo dalkii wax ka dhisay weliba haddana waxay ka mid yihiin qabiilada loogu jecel yahay, ugu awoodda badan, ugu sharafta badan. Laakiin Soomaaliya waxay soo galeen 1621. taariikhda meeshaas ku qoran tahay. Qabiilka labaad ee aan asalkooda Soomaaliga ahayn waa beelweynta Biimaal. Biimaal asalkooda Soomaali maahan. Biimaal asalkooda Soomaali maahan. Biimaal waxaa laga keenay aabbahooda Cumaan oo ahaa, hooyadoodna waxay kasoo jeeday Zambia. Aabba Cumaan ah iyo hooyo Zambia dhashay. Biimaal caddaanta aad u jeedid oo beesha Biimaal ku dhex jirto aabbahooda Cumaan ahaa. Soomaaliyana waxaa la keenay 1638. qabiiladii ugu horreeyay ku jireen oo weliba dadkii dhexgalay oo waddankii fahmay, Biimaalna waxay ka mid noqotay qabiiladii ugu horreeyay Soomaaliya laga diiwaangeliyey. Laakiin asalka Biimaal waxay kasoo jeedaan aabba Cumaan ah. Aabbahooda waa Cumaan, hooyadoodna waa Zambia. taariikhdu way qoran tahay. Qabiilka koowaad ee aan asalkooda Soomaaliga ahayn waa beelweynta Habargidir. Habargidir asalkooda Soomaali maaha. Habargidir asalkooda Carabay galaan. Horta Habargidir Lubnaanay naga soo gashay. Lubnaan Habargidir aabbahooda Lubnaan uu ahaa, hooyadoodna hooyo Turkiya ahayd. Habargidir aaday u cadcadahay, dad yaryara iska mamadow. Laakiin ogow, Habargidir asalkooda waa Carab. Habargidir asalkooda waa Carab. Aabbahooda waa aabba Lubnaan ah, hooyadoodna waa hooyo kasoo jeeda Turki. Waxaa arkaya Habargidir dadaa waxay u maleeyeen Gurceel iyo Dhuusa Mareeb inay hadda soo galeen iyo Muqdisho. Habargidir Xamar waxaa la keenay 1639. 1639 Habargidir ah la keenay Soomaaliya, waxayna kasoo jeedaan Lubnaan. Aabba Lubnaan ah iyo hooyo waxaa dhashay Turki ah. Marka lixdan qabiil aan kuu sheegay waa qabiilada aan asal ahaan Soomaaliga ahayn, laakiin qabiilo kale ayaa jiro oo xogtooda aan soo wadaa. Waan rajaynayaa inaad xogtan iga hesho oo aan kuu soo gudbiyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Waa mahadsantahay.